على مر العصور والأزمنة مثلت الرحلة من أم درمان إلى دارفور شريانا للحياة، فالقادمون من البقعة لطالما أتوا أهاليهم محملين بطيبات البندر ومكتنزاته، بينما يحمل المقبلين إلى أم درمان كل خيرات دارفور النباتية والحيوانية. لكن وبرغم أهمية الترحال والتسفار، إلا أن الرحلة بين دارفور وأم درمان يعترضها التوقف القسري للشاحنات والعربات عند منطقة أبو زعيمة، لا لشيء سوى لغياب الجسر. هكذا هي صورة في التاريخ وفي أذهان من عايشوه. الآن تبدو صورة مغايرة تماما واللوحة مختلفة جدا، فالشاحنات التي توقفت لغير مرة في أزمنة مضت لن تتوقف وستعبر النهر، ليس على ظهر ناقل مائي أو معدية، لتنتهي بذلك رحلة مضنية من التوقف والانتظار لأصحاب الدواب حديثها وقديمها. وفوق ذلك يبقى بمثابة حلقة الوصل الضامنة لبلوغ الرحلة بين أم درمان ودارفور إلى خواتيمها دون الحاجة إلى خدمات ناقل مائي. وأهم من ذلك، أسهم الجسر في تقليل فاتورة الحياة بالمنطقة. السؤال الأول: يمثل هذا الجسر أحد أهم مشروعات حصاد المياه التي نفذتها وحدة تنفيذ السدود، أذكر اسم الجسر. ترسل الإجابات مجتمعة في استقبال وزارة الموارد المائية وحدة تنفيذ السدود الخرطوم شارع النيل، مع ذكر الاسم، العنوان، رقم التليفون، الرقم الوطني. الجوائز: الجائزة الأولى 20,000 جنيه، الجائزة الثانية 10,000 جنيه، الجوائز من الثالثة حتى السادسة 5,000 جنيه. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع وحدة السدود الإلكتروني diu.gov.sd. حظا أوفر للمتسابقين.